بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي الآن مع الرقيب الأول المنشق محمد النجار، يؤكد لنا خبر كذب قناة الدنيا حيث قيل مقتل الإرهابي محمد النجار. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله. ممكن تحدث لنا خبر مقتلي؟ يوم الجمعة في الساعة 8:30 ليلا على قناة الدنيا خبر عاجل بمقتل رقيب أول منشق محمد النجار الملقب بابو البراء. أنا ما نميز، أنا يمك بعد عمليات في منطقة الموظفين قتل 3 من كلاب الأسد وأصابتي في منطقة الكتف، وهذه إصابتي. نشكرك أخي الكريم. مكتب النخبة الإعلامي 13/11/2012.